سعدت اليوم بحضور افتتاح النادي الاجتماعي للسيدات في نادي دبل فجيرة الثقافي. هذا المنبر اللي يقدم خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعنصر النسائي في مدينة دبا. وأنا أدعو من خلال هذا اللقاء أن جميع المؤسسات المحلية والحكومية تبادر في نشر التوعية والثقافة الخاصة بكل ما يتعلق بالنساء في مدينة دبا الفجيرة. طبعاً مثل ما احنا عارفين أن مثل هذه المبادرات الخاصة بالعنصر النسائي هي كفيلة جداً بتحسين حتى الحياة الاجتماعية والأسرية بالنسبة للمرأة وتثقيفها ودعمها نفسياً واجتماعياً بكل البرامج التي ممكن أن تقدم من خلال هذا المنبر. وإن شاء الله هي مبادرة الأولى تعتبر في مدينة دبا، وإن شاء الله أن يتحقق المزيد والمزيد مثل هذه المبادرات الخاصة بالنساء. أسعدني اليوم افتتاح نادي الاجتماعي للسيدات، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة في نادي دبا الرياضي الثقافي، وذلك بحضور سعادة صابرين اليماحي عضو سابق في المجلس الوطني وعدد من القيادات وسيدات المجتمع من منطقة دبا. طبعاً النادي الاجتماعي يعتبر نادي ثقافي وترفيهي، هدفه أن نوفر بيئة آمنة وداعمة للسيدات. يحتوي النادي على أقسام الألعاب الذهنية مثل لعبة الشطرنج، وأقسام للألعاب الحركية مثل لعبة الكيرم والبليارد. عندنا أيضاً قسم خاص بالألعاب البلاي ستيشن، واللي حابين يستمتعون بالقراءة أيضاً عندنا كورنر خاص بالكتب. أيضاً عندنا قسم خاص بالضيافة. أشكر جميع المساهمين في افتتاح هذا النادي، وبأخص الشكر إلى سعادة أحمد سعيد الضنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا الرياضي على دعمه اللامحدود للي وصلنا لهذه المرحلة. شرفت اليوم بالمبادرة الجميلة اللي سواها النادي، سوى فرع للحريم، الفعاليات والألعاب والأشياء الحلوة اللي هو سواها، وإن شاء الله أتمنى لهم كثير من الازدهار والتقدم.